المتمثله في بعض القرارات اللي حلت بموجبها امانه الرياضه سنه 2008 وقالت في اختصاص اللجنه الاولمبيه اللي من بينها القرار رقم 301 302 واللي الحقيقه اربك المشهد الرياضي ودخلنا في متاهه. نعم. اصبح كل يشتغل يعني في شغل مش شغله ومش اختصاصه وهذا اللي سببنا، لذلك تعتبر الندوه خطوه رائعه ومتقدمه جدا في سبيل اننا نبحث عن حلول لمشاكلنا الرياضيه ونضع العرب على السكه بالضبط، وهذا وكرر شكري وتقديري. كيف شفت التجاوب استاذ اسامه؟ والله التجاوب الحمد لله، يعني بحضور الجفاءات العلميه كانوا كلهم اغلبهم عمداء كليات في